تعلمي العربية مع أم نوم. نجمة، مثلث، مربع، اثنان قرص، ثلاثة توت، أربعة فراولة، خمسة كمثرى، ستة موزة، سبعة بطيخ، ثمانية أناناس، تسعة برتقال، عشرة عنب، بنفسجي، أخضر، وردي، أصفر، أحمر،
بنفسجي، أخضر، وردي، صغير، الأصغر، بروكلي، باذنجان، فجل، فلفل. كيف حالك أم نوم؟ أوه يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حاذر أم نوم، أركض أم نوم، أركض. عليك أن تحاذر خطواتك أم نوم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختباء. انتبه جيداً أم نوم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أم نوم. ضربوا أم نوم مجدداً، تحول إلى اللون الوردي. هيا أم نوم، فلنحاول مجدداً. أحسنت أم نوم. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. أوه لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أم نوم؟ يبدو أنها حلوى ملونة، هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. ما ذلك؟ شيء يلعق؟ لا يا أم نوم، إنه صندوق، وإنه مليان بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أم نوم؟ هل لديك فكرة يا أم نيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. لنتسوق قليلاً من أجل الحفل، لنشتري قميصاً. قميص! ما الذي يجب على أم نوم شراؤه أيضاً؟ ما ذلك؟ أوه، بنطال! سيحب أم نوم هذا. أوه، تنورة! يبدو هذا جميلاً. هذا لطيف للغاية يا أم نوم، تعجبها القبعة. قبعة! هذا شيء تود شراءه يا أم نوم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح! لنبحث عن المزيد. يبدو هذا رائعاً، ولكنه مرتفع جداً. لنحاول القفز يا أم نوم. نكاد نصل، تماسك. لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة! حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى! أولي! حان وقت حفلة الرقص. أجل الذكرى.
إلى اللقاء. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.